وخلال بقى البرنامج كنت كان ايه اللحظات الصعبه عليكي في البروجرام؟ هل اللحظات الاولانيه اول ما اتقابلتي، ولا اللحظات الاخيره بقى اللي كانت فيها منافسه وما بينك وبين زملائك؟ بس كل خطوه في عرب ايدل كانت خطوه صعبه جدا، او انا لما كنت بعدي بمرحله كنت دايما بقول دي اكيد الاصعب ومش هيجي اصعب منها. بكره نرتاح في المرحله اللي بعدها، بكره العدد ده لو قل شويه هنرتاح اكتر. يمكن كل مرحله كانت بتعدي كنت بقول ان المرحله دي الاصعب. فمفيش ولا مرحله في معسكر عرب ايدل الصراحه مش يعني بجد 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 كل حاجه فيه كانت صعبه جدا. بس هو حاجه بتاهلك انك تطلع تبقى ستار، عندك ناس بتحبك، بس ما يعرفوش كواليس قد ايه صعبه. قد ايه احنا اسبوع كامل بنحضر ليوم الجمعه والسبت اللي احنا بنظهر فيه للناس، كمان في حلقه الاكسترا اللي كانت بتيجي يوم الاربعاء كنا بنصور فيها طول الاسبوع. فالناس بتعرفش قد ايه كنا بنتعرض لارهاق فظيع يعني غصب عننا وعن الناس يعني. شايفه برامج اكتشاف المواهب عامه شايفاها ازاي، وليه اخترتي عرب ايدول بالذات؟ اوكي، الاول ما نقدرش ننكر ان كل البرامج او سبيشالي انا اتكلم عن برنامج عرب ايدل اللي انا كنت فيه، هو بيبقى اكتر دفعه قويه في مشوارك، الحاجه اللي بتعرف الناس على هويه صوتك، انت مين، صوتك عامل ازاي، بتقدر تغني ايه، قد ايه الوان تعرف تغنيها، وايه هيليق عليك، والناس تحبك في ايه بالظبط. فعرب ايدل او برامج اكتشاف المواهب بتأهلك للخطوة اللي بعديها، والخطوة اللي بعديها حقيقي أصعب بكتير من البرنامج. لأن طبعا بتبتدي بقى خلاص تختاري أغاني لنفسك وتبقي مسؤولة عن نفسك. بتبتدي خلاص أنت مسؤول عن نفسك. الأول كان في حد مسؤول عنك بينظم لك الدنيا، بيساعدك في الاختيار، حاجة يعني كرو كبير جدا. بس إنما دلوقتي أنت لوحدك مسؤول عن اختيارك، يعني اختيارك لو ما كانش هو بالظبط الناس ما حبتهوش يعني والله اعلم، بس هشوف بني ادم يجتهد يعمل اللي عليه وكل حاجه تبقى كويسه. مين بقى